بدي شيك على هرموناتي. هرمون النكد اشتغل ضوء؟ كله موثق. ديسمبر 2017، حوار بين حماتي وزوجي وأنا في المطبخ. قالت حماتي: يا ابني كأن زوجتك سمنانة قليلا. قال زوجي: ها 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 ها، قصدك صايرة بقرة. هي في إعدام. فيصل تتذكر؟ نسيان. على العموم اليوم صدر فيها حكم 4 ساعات تنكيد. لا يستر عليكي، روحي على السوق، روحي على السوق. هرمون السوق تمام. يلا يلا. جيت تقبرني؟ هات لحظه الحمرة، انا عروس ما حلوه. هات عنك هالكيس، الله يرزقك ويعوض عليك. يلا يلا. اجا بدر الدجا. تفضل. ما في حدا، راحت الجاره. تعي شيلي عني هالغراض، ترى حاط حقهم هذيك الحسبه. ترى الغراض مو لبيت اهلي، ها؟ لبيتك. مو كل ما بتجيب غراض بتسمعني نفس الاسطوانه، انت مو اول واحد ولا اخر واحد تجوز. فيصل. اليوم لما كنت بالسوق في وحده خطبتني. لك شو؟ ايه شو قلتي لها؟ شو قالت لك؟ قالت لي انه ابنها بيشتغل برا البلد، وانا قلت لها والله يا خالي نصيبك بالجنه، انا متجوزه. لك شو؟ طيب قولي لها ما بخطب للغربه ومستغني كمان.